تم هدم منزل هذه العائلة، عائلة صالحية، هنا في حي الشيخ جراح لدى الساعة 3:00 فجرا، حيث داهمت قوات الجيش الإسرائيلي وأيضا قوات معززة إن كانت من حرس الحدود وغيرها هذا المنزل، وقامت باعتقال عدد من أفراد العائلة بالإضافة إلى المتضامنين الذين تواجدوا في المكان لمساندة أهالي هذا المنزل، واقتادتهم أيضا للتحقيق، ومن ثم باشرت بعملية هدم هذا المنزل. في هذه اللحظات نحن نتواجد الآن أمام هذا المنزل حيث تتواجد قوات معززة إن كان من حرس الحدود الإسرائيلي وأيضا قوات الشرطة الإسرائيلية داخل هذا المنزل، وأيضا الشاحنات الإسرائيلية بالإضافة إلى الجرافات التي تواجدت في المكان قبل ذلك، تقوم بإن كان إخراج ما تبقى من أنقاض هذا المنزل. العملية كانت مستمرة منذ الساعة 3:00 فجرا وهي حتى هذه اللحظة. القوات الإسرائيلية أيضا تمنع إن كان الصحفيين والمتضامنين من الدخول إلى المكان. نعم خديجة أو جمانة، الأنباء تشير إلى أن عملية الهدم سبقها اعتقال لعدد من أفراد العائلة ومتضامنين أيضا معهم، هل تم إطلاق سراحهم؟ ما مصيرهم الآن وأين يسكنون؟ نعم كما ذكرت، قامت قوات الشرطة الإسرائيلية باعتقال المتضامنين وعدد من أفراد الأسرة، هم يتواجدون الآن في مراكز التحقيق وأيضا في المحكمة، حتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عنهم، ولكن كما يعني ذكر محامي العائلة يعني تمت عملية الاعتقال أيضا بالاعتداء على الأهالي الذين تواجدوا، ونساء العائلة تم اقتيادهن أيضا إلى المحكمة حيث ينتظرون قرار المحكمة فيما يتعلق بهم. يجب الذكر بأن صاحب المنزل محمود صالحية والذي تم اقتياده مع أولاده وشبان المتواجدين طبعا إلى المحكمة وأيضا مراكز التحقيق، هدد قبل عدة أيام بأنه سيقوم بإضرام النار في منزله وأيضا في المكان في حال قامت القوات الإسرائيلية بهدم هذا المنزل، ولكن جرى الأمر الذي حدث بأنه تم عملية مداهمة هذا المنزل بشكل مفاجئ، بحيث أن الأمر فيما يتعلق بإخلاء هذا المنزل هو الأمر يعني حتى 25 من الشهر الجاري وهو يوم الثلاثاء المقبل، ولكن عملية الإخلاء تمت بشكل مفاجئ.